مساءكم خير، ومرة تانية بنستكمل مع حضراتكم الحديث عن مش بس كوب 27 لكن الكثير من الفعاليات اللي حصلت على هامش كوب 27. نقدر نقول انه على هامش كوب 27 او الفعاليات الكتير اللي كانت بتحصل كل يوم من مؤسسات مصرية، كانت حياة كريمة كعادتها دائما حاضرة وبقوة، وكان في كتير من المكتسبات اللي نقدر نقول حياة كريمة حققتها وقدمتها على هامش كوب 27. محتاجين نعرف تفاصيل اكتر، ومعانا على التليفون استاذه هند جلال، مدير اداره التوعيه بمؤسسه حياه كريمه. مساء الخير استاذه هند. مساء الخير دكتوره دينا، اهلا وسهلا بحضرتك. دايما السؤال الاول كده، يعني لما نقول حياه كريمه في كوب 27، ايه علاقه العمل التنموي، ودي حاجه اعتقد كلنا مهم نفهمها، العمل التنموي والانساني ومؤخرا كمان التمكين الاقتصادي بمؤتمر المناخ، كنتوا قادرين تقدموا ايه هناك؟ انا حابه ابدا مع حضرتك اولا الاجابه عن السؤال ده باجابه الامم المتحده عن سؤال تم طرحه عليها، وهو ما هي حقوق الانسان الاكثر تاثرا بتغير المناخ. ومن هنا كان انطلاقنا في العمل بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الإجابة اللي كانت قالتها الأمم المتحدة على السؤال المطروح عليها كان إن في حقوق أكثر تأثرا بيتأثر بها الإنسان بسبب التغيرات المناخية. كان أولها الحق في الحياة، وكان معنا الحق في تقرير المصير، والحق في التنمية، وكمان الحق في الصحة والغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في السكن اللائق، والحقوق الثقافية. لو نظرنا نظرة من الجانب الآخر لنشاطات مؤسسة حياة كريمة سواء في إطار المشروع القومي، ده هي بالظبط، ده هي خلاص كده مفهومة، هي بالظبط الحقوق الأساسية اللي حياة كريمة بتحرص على أنها تحصل أو توصل لكل الناس. بالظبط، ده تطبيق كافة أوجه وكافة جوانب وأنشطة مؤسسة حياة كريمة في الريف المصري. بنطبق ده، طبقناه وانتهينا منه في مرحلة تجريبية، بنطبقه حاليا وجاري الانتهاء من خطواته الأخيرة في مرحلتنا الأولى لحياة كريمة. شمل كل ده 4658 قرية على مستوى 175 مركز في 20 محافظة كمرحلة أولى فقط، بتكلفة تفوق 800 مليار جنيه. كنا بنشتغل على كافة الحقوق اللي أقرت بها الأمم المتحدة أن الإنسان هيكون متعرض أو أكثر تعرضاً للتغيرات المناخية وأكثر تأثراً بها. اشتغلنا على كافة الجوانب دي. حياة كريمة اشتغلت بالتوازي كمان على الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. طب أنا عايزة أسألك يا أستاذة هند، هو حياة كريمة وكل الشغل اللي تقدم على الأرض ده، لما كنتوا هناك، وانا عارفه ان انتوا هناك كمان عملتوا فعاليات كتير قدمتوا فيها حياه كريمه، هل شفتي مبادره تشبه حياه كريمه في اي دوله افريقيه او عربيه او حتى يعني قولي لي ايه كانت نقط الالتقاء في العمل التنموي بينكم وبين مؤسسات عالميه تانية اكيد كانت موجوده؟ طبعا احنا بدانا عرض فكره حياه كريمه على العالم كله سواء على مستوى افريقيا او على المستوى الدولي، بدايه من منتدى شباب العالم السابق. ده كان في عندنا جلسة ورشة عمل بدأنا فيها إن احنا نتواصل مع كافة الجنسيات من كافة الدول ونعرض عليهم التجربة، وعملنا كده كمان في كوب 27 وعرضنا التجربة من خلال الجلسات الحوارية أو الجلسات الشبابية، وكمان البوث الخاص بحياة كريمة في المنطقة الخضراء. احنا كان كل الآراء متفقة على إن مفيش دولة شافت مبادرة تنموية كبيرة زي مبادرة حياة كريمة. احنا من منتدى شباب العالم اللي فات وفيه شباب من كافة الجنسيات بتتواصل معانا ولسه على تواصل معانا لحد دلوقتي، حابين ان هم ييجوا زيارات لمصر ويشوفوا ازاي حياة كريمة غيرت وجه الريف من قبل وبعد، لان احنا عرضنا عليهم صور قبل القرى كانت عاملة ازاي وصور بعد تدخل وتدخلات حياة كريمة في كافة المحاور بقت عاملة ازاي. وهم عاوزين يشوفوا التجربة المصرية عشان عاوزين ينقلوا التجربة دي لبعض المناطق اللي موجودة في الدول بتاعتهم. وده كان في تطبيق عملي كمان معانا في كوب 27 لتدخلات حياة كريمة باطلاق حياة كريمة في افريقيا. أيوة. لمواجهة التغيرات المناخية. هو ده بقى اللي عايز افهمه، احكي لي ازاي فكرنا او ازاي او ما ايه هي الرؤية ورا حياة كريمة افريقيا. اقدر افهم كلام حضرتك قوي اللي بتقوليه عن انه كتير من الدول شايفة انه دي تجربة عظيمة تستحق انها نتعلم منها وتستحق التكرار. حياة كريمة ممكن تساعد ازاي في دول افريقية كتير؟
حياة كريمة هتساعد في مهمة زي ما أطلقنا عليها مهمة إنقاذ الأرض في قمة المناخ، أو مهمة إنقاذ الأرض ودور حياة كريمة في أفريقيا. دي هنعملها من خلال تقديم مؤسسة حياة كريمة لبعض الخدمات اللي طبعا أنا قلتها لحضرتك، اللي هي الحقوق الأساسية اللي هتخلي الإنسان يقدر يجابه التغيرات المناخية دي، لأن احنا عندنا فئات أكثر تضررا مدرجة من قبل الأمم المتحدة، إن هي دي الفئات لو في تغيرات مناخية حصلت في الأماكن دي هي اللي هتكون أكثر الفئات تضررا. فزي ما ساعدنا في مصر في قرى حياة كريمة وعملنا الدراسات بتاعتنا وابتدينا بقرى معينة أو مراكز ومحافظات معينة بناء على دراسات أهمها نسبة الفقر اللي موجود في الخدمات، هنعمل كده كمان بالتوسع في أفريقيا لمجابهة التغيرات المناخية اللي ممكن يتعرض ليها أهالينا في أفريقيا. كمان هنعمل مبادرات للتشجير للشجر المثمر، وكمان هنعمل زي ما عملنا هنا بالتمكين الاقتصادي، ان احنا اعتمدنا على تعليم بعض السيدات بعض الحرف اللي قدروا يعملوا لها ريسايكلينج او اعادة تدوير من المخلفات اللي موجودة في المحافظات بتاعتهم اللي هي مش هتكلفهم اي حاجة. زي لو حضرتك سمعتي عن انت الحياة في الفيوم، استخدمنا جريد النخيل عشان نعمل منتجات قيمة جدا اتعرضت في معرض تراثنا 2022، وكان الحرفة دي اللي استخدموها واستخدموا فيها إعادة التدوير مصدر دخل دائم ليهم على مدار السنة. أنا يعني قادرة أتخيل إنه المهمة قد إيه كبيرة، لكن ده يعني مش جديد على مؤسسة حياة كريمة. بكرر شكري للأستاذة هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة نقدر نقول، مش نقدر نقول، إحنا بحسب الأرقام والإحصاءات هي المبادرة التنموية الأكبر على مستوى العالم. امتدادها في إنه الأرقام اللي إحنا بنسمعها دي في المرحلة الأولى وامتدادها ليشمل مراحل تالية كبير واتساعها لإفريقيا، ده في حد ذاته مكسب إنساني كبير جداً.